هنكمل إن شاء الله الجزء الثاني من محاضرة المونيتورينج، وكلمنا في الجزء الأولاني عن الستاندرد بيزك مونيتورينج، الأربعة بيزك مونيتورز بتوعنا بتوع أي عملية، الإي سي جي والبلود بريشر والبولس وزيمتر والكابنوغرافي. وقلنا إن احنا هنتكلم إن شاء الله، هنكمل كلامنا عن الكلينيكال والأدفانسد مونيتورينج بتاع كل سيستم. تمام، قبل بس ما ننتقل للجزء ده عايزين بس نتكلم سريعا على المونيتورينج اوف انستاتيك ايجنتس والمونيتورينج اوف فلويدز بتاعنا. تمام، احنا طبعا بنبقى مينتيننج المينتيننس اوف انستيزيا بتاعنا عن طريق الانهيليشن انستاتيك ايجنت والمصل ريلاكسنت، يعني كل شويه كده باستمرار عيني تيجي على الكونسنتريشن اللي انا فتحاه كام عشان ما افتحوش ما عليهوش وانساه عالي لو العيان ضغطه عالي مثلا او حاجة، او ما وطيهوش مثلا لو العيان ضغطه وطي وانساه واطي، او مثلا اذا كنت بملاه وقفلته عشان املاه وانساه مقفول. فكل شوية عيني على الكونسنتريشن اللي انا فتحاها كام، والليفل اوف ايجنت في الفابورايزر برضو علشان ما يفضاش مني وانا مش واخد بالي، برضو فريكونتلي كده من وقت للتاني ابص على الليفل بتاعه ايه. وزي ما احنا شايفين هنا كده الدكتور ده ناسي الفابورايزر بتاعه فاضي. تمام، if you are lucky يعني enough، لو انت محظوظ هيكون عندك مونيتور بتاع الانستاتيك جاز اناليسيس اللي هو بيقرا لك الانسبايرد والاكسبايرد ايجنت كونسنتريشن كام. تمام، وهما بيبقوا color coded على فكرة، يعني الايزوفلورين بياخد لون الموف، السيفوفلورين بياخد لون الاصفر، الهالوثين بياخد لون الاحمر. تمام، فده بالنسبة للانستاتيك ايجنت بتاعنا او الكونسنتريشن اللي احنا فاتحينه ما ننساهوش. بالنسبة بقى للبلاد لوس، فده دي نقطة مهمة جدا في الفلويد مانجمنت بتاعنا. في البداية بنحسب الالاوبل بلاد لوس بتاع العيان قد ايه، واللي هو علشان نحدد على اساسه الترانسفيوجن بوينت، وعارفين ان هو بيتحسب بالحسبة الشهيرة بتاعته اللي هي الانيشال هيموجلوبين او هيماتوكريت، يعني ممكن هيموجلوبين او الهيماتوكريت بتاع البيشنت ماينس 30، اللي هو هنا مسميه في المعادلة دي تريجر هيموجلوبين او ترانسفيوجن بوينت، اللي هو ماينس اللي هو 30 على الانيشال هيموجلوبين بتاع البيشنت تايمز البلاد فوليوم، اللي هو بيبقى مثلا بيبقى في الادلت ميل مثلا 75 ميل بير كي جي، او بيبقى في الادلت في ميل 65 ميل بير كي جي. تمام، طيب ده بالنسبة للالاوبل بلاد لوس حسبناه. بعد كده بالنسبة للاستيميتد بلاد لوس، ده مهم جدا طبعا ان احنا نعمل استيميشن للبلاد لوس عن طريق ايه؟ عن طريق اربع او خمس حاجات. اول حاجة السكشن يونت بتاعنا، نبقى عارفين في الاماونت اللي فيه قد ايه، بنسأل عادة النيرس هي غسلة بقد ايه فيه، في قد ايه غسيل، وبنطرحه من التوتال اللي في الشفاط. الدريبس برضو، الفرش بتاع العيان عادة في السيرجيكال فيلد احيانا بيبقى سوكت في بلاد، وده برضو لازم يتحسب، مثلا خاصة في كرينيوتومي ممكن السيرجيكال فيلد يتملي باب تو 200 او 300 ملي ممكن نحسبهم. السوابز هنا اللي هو الشاش الصغير، الشاش الصغير ابو علامة ده بيبقى بنحسبه ما بين زي ما احنا شايفين في الصورة هنا، بيحسبه يعني ما بين رينج 5 إلى 10 أو 15 ملي، لو هي سوكت ودريبينج بنحسبها ب15 ملي. التاولز او فوط البطن الكبيرة بتاعت الابدومينال سيرجري دي برضو بنحسبها ما بين 25 ملي لغاية 150 ملي لو هي سوكت ودريبينج. برضو احيانا الارتيريال بلاد جازز الاي بي جي لما بنبعتها بيجي لنا برضو فيها استيميت اوف الهيموجلوبين او الهيماتوكريت، احيانا في بعض اللابز او الاجهزه بيبقى ريلايبل. تمام، اليورين اوتبوت طبعا وي ماست اوبزرف، لازم نشوف البيز لاين بتاع اليورين اوتبوت كان كام اول ما القسطره تتحط. الاماونت برضو كل ساعة، وبن بنحسب الاماونت كل ساعة قد ايه، والcolor change بتاعه لو حصل فيه اي color change برضو بناخد بالنا منه. الاماونت normally المفروض ان هو يبقى من نص الواحد ملي per kg per hour. تمام،
امتى بنحط قسطرة بول او بتبقى انديكيتد ان احنا نمونيتور اليورين اوتبوت؟ والله لو كانت لينكي سيرجري فيما يزيد عن 3 ساعات تمام، لو هنستخدم دايوريتكس، لو احنا اكسبكتنج ان احنا ندي العيان ده بلاد ترانسفيوجن او لارج فلويد كومبنسيشن او لارج اماونت اوف فلويد، طبعا في الكرينيال سيرجري علشان بندي فيها دايوريتكس كتير، برضو في الرينال والبلفيك سيرجري علشان نبقى مونيتورنج اليورين اوتبوت، علشان لو حصل اي انجري يوريتيريك انجري لو الجراح ربط اليوريتر او اتقطع منه تمام. طيب نيجي لنقطة الكلينيكال والأدفانسد مونيتورينج بتاع كل سيستم لوحده، يعني هنتكلم على الكارديوفاسكولار سيستم، وهنتكلم على السي ان اس، وهنتكلم على الريسبيراتوري، التلاتة ميجور سيستمز بتوعنا تمام. طيب الكارديوفاسكولار مونيتورينج، الكلينيكال مونيتورينج برضو اللي احنا دايما نرجع لنفس النقطة، ان ايه قد ايه أهمية الكلينيكال مونيتورينج بتاعنا. البريفرال بولسيشنز زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنحسها من الراديال ارتري او الدورسال سبيدس او سوبرفيشال تمبرال. السنترال بولسيشنز بنحسها من الكاروتيد ارتري او من الفيمورال او من الابيكال بولسيشنز عن طريق السماعة، بحط سماعة عليها، وده في حالة ان احنا شكينا ان في كاردياك ارست، ببقى تارجتنج على طول السنترال بولسيشنز تمام. عندنا حاجة هنقولها كمان شوية، الكابيلري ريفيل تايم، البالور بتاع العيان، والبلاثوزموغرافي ويف بتاعت البولسوزيمتر، واليورين اوتبوت تمام. الستاندرد مونيتورينج او البيزك مونيتورينج بتاع الكارديوفاسكولار سيستم احنا قلناه اوريدي، اللي هو الاي سي جي والنون انفيسيف بلود بريشر والبلاثوزموغرافي ويف بتاعه البلس اوكسيمتر، هي انديكيتور للبلود بريشر او للبرفيوجن بتاع العيان. طيب الادفانسد مونيتورينج بقى اللي هنتكلم عليه دلوقتي بتاع الكارديوفاسكولار سيستم، ده يشمل الانفيسيف ارتيريال بلود بريشر، السنترال فينوس بريشر، بالمونري كابيلري ويدج بريشر، والكاردياك اوتبوت ميجرمنت، ترانس اسوفاجيال ايكو. دول تحديدا يعني البالمونري كابيلري ويدج بريشر والترانس اسوفاجيال ايكو والكاردياك اوتبوت، دول يعني عاده اكتر بيكون استخدامهم في الكاردياك سيرجري تمام. برضو عندنا الميكست فينوس اوكسجين ساتوريشن والابكور بيريفيرال تمبريتشر جريدينت، ده هنشرحه ان شاء الله تمام. طيب نيجي للانفيسيف ارتيريال بلاد بريشر، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بيت تو بيت مونيتورينج اوف ارتيريال بلاد بريشر فيا ان ارتيريال كانيولا. يعني احنا النون انفيسيف بلاد بريشر كان بيقيس لنا كل 5 دقائق او كل 3 دقائق حسب ما بنظبطه، ده بيقرا لنا سيستوليك ودايستوليك ومين ارتيريال بلاد بريشر كل بيت من كل بيت تمام. امتى انديكيتد ان انا استخدمه او احطه للعيان؟ في الميجر سيرجريز واكسبكتد ان يبقى في لارج بلاد لوس او سادن بلاد لوس زي الهيباتكتومي او الويبل سيرجريز، اللي هيبقى فيها سيفير هيمودايناميك تشينجز عنيفه للضغط زي الفيكروموسايتوما، زي الفاسكولار سيرجري، اورتيك سيرجري، اورتيك انيوريزم، او بيتحط كروس كلامبنج على الاورطة او بارشل كلامب على الاورطة هنشوفه دلوقتي، زي الهيباتكتومي مثلا خاصة لو في الرايت لوب عشان الاي في سي ماشي وراه تمام. برضو انديكيتد ان انا احطه، هنشوف هنا بس اوريكم صورة الاورت كروس كلامب هنا شكله عامل ازاي، ده الكروس كلامب شكله كده، البارشل كلامب على الاورطة شكله كده. ففي الفاسكولار سيرجريز انفولفينج الاورطة عادة بنحب بنحط انفيسيف ارتيريال بلاد بريشر. ايه تاني برضو؟ لو هنستخدم ديليبريت هايبوتنسيف انستيزيا للعيان، لو هنستخدم اينوتروبس وفازوبريسورز، طبعا في الكاردياك سيرجري، الكرينيال سيرجري علشان الاير امبوليزم اللي بيحصل ممكن يحصل معاها، في البوستيرير فوسا سيرجري الانفراتنتوريال، وبرضو علشان البلاد لوس في كرينيال سيرجري لو ساينس اتفتح او حاجه زي كده فجاه هتلاقي بلاد لوس عنيف جدا وممكن يحصل برضو منه اير امبوليزم. برضو حسب حالة البيشنت، لو البيشنت بور عنده بور كاردياك فانكشن او اسكيميك هارت ديزيز او اي كاردياك ديزيز، ادفانسد كاردياك ديزيز دي كومبنسيتد هارت فيلير، يبقى انديكيتد ان احنا نستخدمه. لو في ديفيكولتي ان انا اقرا نون انفيسيف بلاد بريشر زي عيانين الموربد اوبيز احيانا، او العيانين اللي عندهم بيرن في ايدهم تمام. طيب هو عبارة عن ايه؟ بنوصله الزيرو ليفل بتاعه بيبقى الترانسديوسر، بنحطه في مستوى الرايت اتريوم زي السي في بي هنقول كمان شوية ان شاء الله،
لو الترانسديوسر او اللي هو الدومة اللي احنا بنسميها الدومة دي بنحطها في مستوى الهارت، لو وقعت بلو the level of the heart هتديني false high reading، لو هي محطوطة above the level of the heart هتديني false low reading. واحيانا بيحصل ان فجأة بنلاقي ضغط العيان عالي وقاعدين نجري وراه بالترايدل ونوطي في الضغط، وبعد شوية بندور على الدومة فين نلاقيها وقع في الارض. تمام، فناخد بالنا من الحكاية دي يا جماعة. ده الليفل اللي احنا بنقول عليه اللي هو اسمه فليبوستاتيك اكسس، اللي هو ليفل اوف ذا رايت اتريوم، ده اللي بنحط عنده هنا الترانسديوسر. تمام، ايه الايرورز او الفالاسيز للانفيسيف بلاد بريشر؟ والله ممكن يديني فولس هاي زي ما قلنا، لو الترانسديوسر وقع في الارض او بلو ذا ليفل اوف ذا هارت هيديني فولس لو ريدنجز، لو ترانسديوسر اباف ذا ليفل اوف ذا هارت، او لو مثلا ساعات الايد بتبقى بوزيشنال كده ما بيقراش، لو الايد فليكست، لو في شويه فليكشن في الهاند فبنعمل فيها اكستنشن شويه. ساعات بيبقى في حاجه اسمها دامبينج، زي ما احنا شايفين هنا الويف الطبيعي ان احنا نبقى شايفين فيها دايكروتيك نوتش. لو في حاله الدايكروتيك نوتش بقى ابسنت بتبص تلاقي دايستوليك السيستوليك بلاد بريشر والدايستوليك بلاد بريشر قربوا من بعض والدايكروتيك نوتش بيبقى لوست، فده بنسميه دامبينج. ده بيحتاج ان احنا نعمل فلاشنج لللاين ونطلع اي بابلز منه، نتاكد ان مفيش اي بابلز منه، اي كونكشن زياده بنشيلها. تمام، فزي ما بنقول هنا فلاش الارتيريال لاين وانشور البروبر بوزيشننج اوف ذا هاند لو لقينا دامبينج. في معلومه ظريفه جدا برضو ممكن نطلعها من الانفيسيف ارتيريال بلاد بريشر اسمها سيستوليك بريشر فاريشن، هتقدروا تشوفوها في المونيتورز الجديده او الجي اي دي. دي بنقدر نعرف منها اذا كان العيان هايبوفوليميك او اذا كان محتاج، يعني اذا كان ضغطه واطي بسبب هايبوفوليميا، ودي بنسميها فلويد ريسبونسيفنس، يعني هو محتاج فوليوم علشان نعلي ضغطه ولا مش محتاج. تمام، طيب نيجي للسنترال فينوس بريشر سي في بي. ده عباره عن ايه؟ ده الانديكيشنز بتاعته امتى ان انا استخدمها. برضو لما بتبقى في حالات محتاجه ان انا اتابع فيها قرايه السنترال فينوس بريشر زي الكرينيال سيرجري مثلا، هدي لو هحتاج ان انا ادي لارج انفيوجن اوف لارج فلويد فوليوم، هحتاج ان انا امشي للعيان انوتروبس او فازو بريسرز، بنفضل ان احنا نمشيهم في السنترال لاين. لو هنعمل انفيوجن اوف هايبر اوزمولر سوليوشنز مثلا زي المانيتول اللي ما اقدرش امشيهم في بريفرال لاين مثلا، او جلوكوز 25%، في بعض الهايبر اوزمولر سوليوشنز لازم تمشي في سنترال لاين. لو العيان difficult venous access، ولو انا suspecting ان الحالة دي ممكن يحصل فيها venous air embolism او air embolism، يبقى بنحطه علشان لو حصل بنعمل aspiration of air embolism منه. تمام، النورمال رينج بتاعه بيبقى من 5-10 سنتيمتر ووتر. تمام، الزيرو ليفل بتاعه برضو بيبقى زي الارتري، بيبقى عند الليفل of the right atrium. تمام، لو العيان سوباين بناخده من الميد اكزيلري لاين، لو العيان سيمي سيتنج بناخد الزيرو بنعتبره هو الاسترنال انجل. تمام، فين الكوريكت بوزيشن اوف انسرشن اوف السنترال لاين؟ التيب بتاعه المفروض يبقى موجود عند الجنكشن اوف سوبير فينا كيفا مع الرايت اتريوم، ودي بتبان لنا في الاكس راي كويس جدا بعد العمليه. تمام، ايه السنترال فينوس اكسس بتاعنا؟ هو الانترنال جوجولار فين، السبكليفيان فين، والفيمورال فين. ايه القيمه بتاعه السنترال فينوس بريشر؟ ده بيقول لي ايه، او بيقول لي الفكره عن الانترافاسكولار فوليوم، وبيقول لي الفكره عن الرايت اتريال بريشر. تمام، الفالاسيز بتاعته او الايرورز ان هو يقرا لي قرايه خاطئه، ده بسبب ايه غالبا؟ برضو الفالاسيز ان هو ممكن يبقى انسرتد تو ديب، داخل جوه قوي، داخل جوه الرايت اتريوم، داخل جوه الرايت فنتريكل. ممكن يبقى العيان اصلا اوريدي عنده من الاول ترايكاسبيد ريجرج، او عنده بالمونري هايبرتنشن، ممكن يبقى عنده انكريست انترا ابدومينال بريشر عالي، عنده تنس اسايتس. برضو الكنترول ميكانيكال فنتيليشن والبوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، دي حاجات برضو هتعلي لي قرايه السي في بي بشكل فولس شويه. تمام، طيب نيجي لتالت نقطة اللي هي قلنا عليها، اللي هي الكور بريفرال تمبريتشر جريدينت. اللي هنقولهم دول دلوقتي دول indicators of adequate peripheral tissue perfusion، هما برضو cardiovascular indicators، لكن دول بيقيسوا لي ال peripheral tissue perfusion أخبارها ايه. تمام،
ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بحط temperature probe كور وده بيتحط oral او nasopharyngeal او esophageal او rectal، وبحط temperature probe تاني peripheral وده بيبقى على محطوط على الفورهيد او الاجزلة او البيج تو اتاتشت عليه. تمام، الفرق ما بينهم النورمالي بيكون اقل من 5 degrees celsius، لو زاد الفرق اكتر من 5 degrees celsius يبقى العيان ده عنده poor peripheral perfusion. تمام، سواء كان سببها hypotension او hypothermia. الحاجة التانية برضو indicator of peripheral perfusion السيروم لاكتيت اللي بيطلع لنا في الارتيري بلاد جازز، يكون اقل من 2 ميلي مول او في بعض اللابز بتطلعوا 20 ميلي جرام بر ديسيليتر، ده النورمال رينج بتاعه، لو زاد عن كده يبقى elevated serum lactate. برضو ده الميكست فينوس اكسجين ساتوريشن بيطلع في الاي بي جي برضو يكون اكتر من 75%، اقل من كده يبقى فيه poor perfusion للعيان. اليورين اوتبوت برضو is a good indicator of good renal perfusion and good peripheral perfusion، وقلنا ان هو يبقى normally من نص الواحد ميليجرام بر كي جي بر اور. تمام، دول الكلينيكال كارديوفاسكولار مونيتورينج، هنعدي عليهم سريعا تاني. زي ما قلنا البالور بنشوفه في اللبس والتانج والنيلز والكونجنكتيفا وبيدل على انيميا او هايبوثيرميا. السنترال بالسيشنز دي وبدي بلجأ لها في حاله لو شكيت ان العيان كاردياك ارست، كاروتيد فيمورال ارتري، ايبيكال بالسيشنز بالسماعه، بريفيرال بالسيشنز الراديال والدورسال سبيدس او سوبرفيشال تمبرال، ودول لو محسوسين يبقى السيستوليك اعلى من 80 او 90، لو مش محسوسين يبقى السيستوليك اقل من 80 او 90. برضو البلاتيزموجرافي ويف بتاعه البالس اوكسيمتر واليورين اوتبوت، وفي حاجه بقى اسمها كابيلري ريفيل تايم، برضو تيست ظريف كده بنعمله كلينيكال تيست كده عند النيل بيت، بنيجي هنا عند الضفر بتاع العيان وبنضغط عليه لغايه ما يبقى بلانشت او ابيض، وبعدين بنريليس. المفروض ان هو يرجع ياخد اللون البينك تاني ويبقى ريبرفيوز تاني within 2 seconds. لو لقيت ان هو اكتر خد اكتر من 2 seconds عشان يبقى ياخد اللون البينك تاني، يبقى العيان ده غالبا هايبو برفيوزد، في بريفرال برفيوجن بتاعه وحش، وده بسبب يا اما هايبوتنشن يا اما هايبوثيرميا. تمام، طيب نيجي للسي ان اس مونيتورينج. الكلينيكال مونيتورينج بتاع السي ان اس بيبقى عباره عن ايه؟ هو مونيتورينج اوف اويرنس. تمام، بعرف ازاي العيان اوير عن طريق السويتنج، عن طريق بيربسفول موفمنت، عن طريق فيشل جريمس، يعني بيعمل اكسبريشن بوشه او مكشر او عامل اي اكسبريشن بوشه او بيحاول يفتح عينه. برضو ممكن نبقى يعني بعد النيورولوجيكال سيرجريز بالذات ممكن نبص على البيوبل سايز والايكواليتي بتاعه العيان. تمام، ده الكلينيكال سي ان اس مونيتورينج. ادفانس سي ان اس مونيتورينج هو منها حاجه اسمها الباي سبيكترال اندكس او الانتروبي، شركه تانية مسميها الانتروبي. ده بيقيس لنا الدبث اوف انستيزيا بتاع العيان، وده ظريف جدا هنتكلم عليه دلوقتي. برضو عندنا قياس بقى، دي دول بقى نيورو مونيتورينج اللي جايين، دول الانتراكرينيال بريشر، سيريبرال برفيوجن بريشر، سيريبرال بلاد فلو عن طريق الترانسكرينيال دوبلر، الايفوكت بوتنشلز بقى السوماتوسنسوري، موتور ايفوكت بوتنشل، الفيجوال والاوديتوري ايفوكت بوتنشلز، دول كلهم انديكيتد فور نيورو انستيزيا او سبيسيفيك علشان النيورو مونيتورينج. تمام، طيب نتكلم سريعا عن الباي سبيكترال اندكس اللي هو بيقيس لنا الدبث اوف انستيزيا. ده عباره عن ستيكرز بتتوصل زي الاي سي جي الكترودز كده، الكترودز بتوصل على راس العيان طريقه معينه على الفورهيد بتاع العيان، والجهاز بياخد الانبوت بتاعه بيبقى الاي اي جي ويفز بتاعه العيان، بتبقى ان بروسيسد اي اي جي، هو بيعملها بروسيسنج وفي الاخر بيطلعها لنا على هيئه رقم او برسنتج. تمام، سكيل كده من 0 لغايه 100. تمام، الادكوت ديبث اوف انستيزيا ان العيان يبقى في رينج ما بين 40 الى 60% في الباي سبيكترال اندكس. تمام، زي ما احنا شايفين هنا بعد كده ان هو عند 80 بيبدا يبقى ريسبوندينج تو فيربال كوماندز لاود كوماندز، وهنا عند 100 بيبقى ريسبوندينج تو نورمال فويس. تمام، بنحب ان احنا نستخدمه، ممكن ان احنا نستخدمه في بعض الحالات اللي احنا بنبقى خايفين ان يحصل فيها awareness، مثلا زي الكاردياك سيرجري، زي الاوبستاتريك سيرجري، الحالات اللي كومن فيها ان يحصل awareness للعيان.
طيب نيجي لآخر حاجتين اللي هما أو ثلاث حاجات اللي هما temperature monitoring والneuromuscular monitoring والmetabolic monitoring. إمتى بنعمل temperature monitoring للعيان؟ والله إحنا ممكن نعمله روتين، ولكن يعني خاصة بنستخدمه في حالات طبعا إحنا عارفين unintentional hypothermia دي حاجة غصب عننا بتحصل في العمليات، خاصة في lengthy surgeries لو العملية طويلة، خاصة في البيدياتريكس هم much more prone للهايبوثيرميا، بتحصل لهم هايبوثيرميا أكتر، والبريترم خاصة طبعا، وهم more prone للcomplications بتاعة الهايبوثيرميا أكتر. في حالات تانية احنا بنعمل فيها intentional أو deliberate hypothermia بنبقى قصدين، زي مثلا الكارديك سيرجري بنعمل حاجة اسمها moderate hypothermia العيان بيوصل 28 degrees، في cranial surgery بنعمل mild hypothermia بنبقى around 35 degrees celsius، فدول لازم احط فيهم temperature probe. تمام، برضو بستخدمه ان انا ضروري احطه لو في عيان انا شك ان هو ممكن يدخل في malignant hyperthermia اذا كان عنده family history، او عيان thyroid toxic وقلقان ان هو يخش في thyroid toxic crisis. وبرضو زي ما قلنا ان احنا لو حطينا core probe و peripheral temperature probe هقدر اقيس difference ما بينهم، هيقولي tissue perfusion اخباره ايه. neuromuscular monitoring ده جهاز اسمه nerve stimulator، بيقيس لنا بيعمل لنا مونيتورنج للديجري اوف ماسل ريلاكسيشن. تمام، هو زي ما هنشوفه هنا في الصوره، هو ليه الكترودز برضو بتتحط على الالنر نيرف، وبنقيس الكونتراكشن في الثمب الادكتور بوليسز بتاع الثمب. تمام، بنحتاجه امتى؟ بنحتاجه لو في حالات، بعض الحالات اللي انا ببقى طبعا في دلوقتي دول بره بتستخدمه روتين في كل سيرجريز، اي سيرجري فيها ماسل ريلاكسنت، وبالاخص هنحتاجه لو انا محتاج اعمل بروفاوند ماسل ريلاكسيشن في بعض الحالات زي الاوكيولر سيرجري، العيان يعني في عينه الات ما ينفعش يتحرك خالص، في الابدومينال سيرجري محتاج هاي ليفل اوف ماسل ريلاكسيشن، بقدر اعرف منه امتى ادي التايمينج بتاع الماسل ريلاكسنت بتاعي، بدل ما احنا بندي تريكيوم باي تايم او ماسل ريلاكسنت حسب الوقت، ممكن ادي جايدد بالنيرف سيميليتور. في اللينكي سيرجريز عشان بيحصل هايبوثيرميا وبيتاخر الماسل ريلاكسنت، في حاله مثلا العيان عنده نيوروماسكولر او هيباتيك او رينال ديزيز، ممكن كل ده ياخر لي ريكفري من ماسل ريلاكسنت. لو فعلا جيت اصحي عيان ولقيته ديليد ريكفري من ماسل ريلاكسنت، لو عيان شكيت ان هو ساكس ابنيا مثلا، وبرده بقدر اعرف منه امتى التايمينج اللي ادي عليه ريفرس. تمام، هنقول هنا ان هو ايه عند T2، وانا هقول لكم ايه T2 دلوقتي. هو عباره عن هو جهاز بيعمل الكتريكال ستيميليشن للنيرف، وليه كذا مود اوف ستيميليشن، اشهرها اللي احنا بنستخدمه اللي هو اسمه ترين اوف 4 اللي هو TOF اللي هو ترين اوف 4، ده بدي اربع الكتريكال ستيميليشنز وبنقيس الكونتراكشن على اساسها. تمام، وبعدين بيحط بيحسب الريشيو الكونتراكشن الرابعه على الاولانيه، حجم الكونتراكشن الرابعه على الاولانيه، ويحسبها ريشيو او برسنتج. تمام، هو بيقول لنا هنا ايه، ان هو الجايد لاينز كومن جايد لاينز ان هو 0.15 ل 0.25 اللي هو يعني 15 الى 25% لو الرابعه على الاولى، 15 الى 25% ده adequate level of muscle relaxant. تمام، يعني معناها ان الكونتراكشن الرابعة ربع الكونتراكشن الاولى، وبيقول لك برضو ان اكتر من 0.9 او 90% ده safe extubation، ابقى مطمنة على الاكستيوبيشن والريكوفري بتاع العيان. تمام، طيب الميتابوليك مونيتورينج بتاع العيان عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن ان انا الافيلبل بالنسبة لنا ان احنا نقدر نعمل بلاد جازز للعيان، اطير بلاد جازز. البلاد جاز دي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا كذا حاجه، بتقول لنا الجاز اكسشينج ستاتس بتاع العيان عن طريق الارتيريال اوكسجين تنشن، وبتقيس لنا برده البي اي سي او 2، وبتقيس لنا برده هتلاقي موجود فيها متسجل الساتوريشن. تاني حاجه بتقول لنا الاسيد بيس ستاتس، بتقول لنا الالكترولايتس، بعض الاي بي جي هيطلع لنا الالكترولايت بروفايل بتاع العيان، صوديوم بوتاسيوم كلورايد كالسيوم، ممكن برضو لو في معلومات كويسة برضو يدينا سيرم لاكتيت، يدينا هيموجلوبين وهيماتوكريت، وممكن بعضهم برضو يبقى مسجل فيه راندم بلاد شوجر. تمام، الراندم بلاد شوجر بقى برضو احنا دي حاجة برضو ممكن نقيسها عن طريق جهاز السكر العادي الهيموتاست اللي عندنا،
ده بنقيسه لمين؟ بنقيسه للدايابيتك بيشنت بيز لاين قبل ما يدخل العمليات، بنقيسه في الاندكشن روم. تمام، بقيسه برضو تاني لو اديت للعيان جلوكوز او انسولين انفيوجن. العيان الدايابيتك برضو كل ساعتين تقريبا في العمليات بقيس له، لو العمليه طويله، لو لينثي سيرجري، لو لقيته ديليد ريكفري لاي سبب من الاسباب هقيسه. لو ادينا جلوكوز او انسولين انفيوجن، لو عندنا عيان مثلا هيباتيك او عيان بيدياتريك خاصه البري تيرم، عشان دول بيحصل لهم حاجه اسمها فاستنج هايبوغلايسيميا، وارده جدا. تمام، طيب نيجي بقى لاخر نقطه نتكلم عليها ان شاء الله، وهي المونيتورنج اوف كنترولد ميكانيكال فنتيليشن، يعني اخيرا وليس اخرا. تمام، هنتكلم فيها عن جزئين، اللي هو الجزء الاولاني اللي هو confirming the correct position of endotracheal tube، والجزء الثاني العيان لما احطه على الميكانيكال فنتيليتور ابقى observing ايه ومونيتورنج ايه. تمام، طيب بالنسبه للاندوتراكيال انتيوبيشن انا عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها شور ساينز اوف اندوتراكيال انتيوبيشن، وعندي انشور ساينز اوف اندوتراكيال انتيوبيشن. الشور ساينز اللي مفيش عليها خلاف اوف سكسسفول كوركت اندوتراكيال انتيوبيشن هي نمبر 1 زي ما قلنا قبل كده الكابنوجرافي. تمام، ولازم نشوف لي 5 سكسسيف ويفز. تمام، تاني حاجه ان انا ابقى شايفاها اندر فيجن. تمام، وده منظر الاندر فيجن اللي احنا بنحط تيوب عليه، منظر الفوكال كوردز اللي هو اندر فيجن. تمام، تالت حاجه شور ساين اوف اندوتراكيال انتيوبيشن ما فيش عليها خلاف هو الفايبر اوبتيك زي ما احنا شايفين هنا، لان الفايبر اوبتيك بيبقى دخل عدى من الكوردز ودخل شايف التراكيال رينجز واضحه قدامنا كلنا على الشاشه، ما فيش عليها خلاف، بتبقى تراكيال رينجز، ما فيش عليها خلاف. تمام، الانشور ساينز اللي هي اوف اندوتراكيال سكسسفول اندوتراكيال انتيبيشن اللي هي ممكن تبقى ترو وممكن تبقى الانبوبه بره وهي برضو مدياني بوزيتيف ساين، زي مثلا الاوسكالتيشن. الاوسكالتيشن از نوت اشور ساين اوف انتيبيشن. الحاجه الثانيه التشست انفليشن، ممكن يحصل تشست انفليشن حتى لو الانبوبه بره، خاصه في البيدياتريك ولو الانابيب اللي هي انكافت. تمام، الحاجة الثالثة الفيبر اللي بنشوفه في الاندوتراكيال تيوب اللي هو البخار او الشبورة اللي بتبقى رايحة جاية في الاندوتراكيال تيوب، ودي بتبقى مش موجودة مع لو في فلتر محطوط على العيان او لو الانستاتيك جاز اللي داخله هيوميديفايد، فمش هتشوف الفيبر ده اصلا. تمام، واخر حاجة الساتوريشن برضو is not a sure sign، لان زي ما قلنا ان بيحصل مع البلس اوكسيمتر ممكن يحصل ديلي في الديلي في القراية. الحاجة التانية ان هو كمان ممكن يحصل ديلي في الهايبوكسيا نفسها علشان العيان كان فنتيليتد ب 100% اكسجين، يعني قبل الانتيويشن كان محطوط له بري اكسجينيشن او ماسك فنتيليشن ب 100% اكسجين، فممكن يحصل ديلي شوية في الهايبوكسيميا. فا it is not a sure sign. ده المنظر الفيو اللانجوسكوبيك فيو بتاع الانتيويشن. تمام، بعد ما بنركب الاندوتراكيال تيوب بنأوسكالتيت 5 areas right to left infraclavicular، وبنأوسكالتيت right to left axillary عشان يبقى بعيد عن الميدلاين، ما يبقاش transmitted من الميدلاين، وبنأوسكالتيت بنسمع الابيجاستريم. تمام، يبقى الخمس أماكن دول بنسمعهم. ببقى aiming الايه أو أنا مهتمة بايه؟ أسمع confirm equal air entry. احنا قلنا هي مش sure sign، لكن أنا ببقى مهتمة ان انا اسمع equal air entry الايكواليتي على الناحيتين. تاني حاجه هسمع اي adventitious sounds زي wheezes زي crepitations او secretions او pulmonary edema لو موجوده. ببقى عارفه البيز لاين بتاع العيان ايه علشان لو حصل بعد كده اي complication او airway pressure عالي فجاه او اي مشكله ما، ابقى عارفه البيز لاين بتاع العيان اصلا كان مسموع ايه. تمام، برضو بسمع علشان أساس التايدل فوليوم اللي أنا ضبطاه على الفنتيليتور أدكوت ولا لأ، خاصة في البيدياتريك. يعني إحنا بنأجاست تايدل فوليوم مثلا بأز إيه 6 أو 8 ميل بر كي جي، بشوفه ده أدكوت ولا لأ، بسمع بالسماعة في البداية. تمام، يفضل ان احنا بعد اي ريبوزيشننج للعيان، لو هنجيبه برون، لو هنجيبه لاترال، ان احنا نسمع تاني الكواليتي علشان الانورد ديسبيسمنت بتاع الانبوبه او ادفانسمنت بتاع الانبوبه هيدخلها اندوبرونكيل، غالبا رايت اندوبرونكيل، او اوتو ديسبيسمنت للانبوبه ممكن يخليها تبقى سليبت وتبقى اكسيدنتلي اكستيفيتد خالص. تمام،
طيب بعد ما بوصل عيان على الميكانيكال فنتليتور، نقول الكلينيكال مونيتورنج بتاع الريسبيراتوري سيستم سريعا كده، والستاندرد مونيتورنج بتاعه اللي هو ايه؟ طبعا الكلينيكال مونيتورنج الساينوزز، ده بشوفه في النيل بد، البريفرال ساينوزز بشوفه في النيل بد، السنترال ساينوزز بشوفه في اللبس. احيانا بيبقى العيان هايبوثيرميك او ساقع او ساقعان، فالنيلز بتبقى ساينوزد واخده بلوش ديسكولوريشن، لكن لون اللبس بتبقى بينك، تمام؟ فالسنترال الساينوزز بشوفه في اللبس، تمام؟ اي فلاشنج او سويتنج دول عاده علامه على الهايبركوربيا، تمام؟ الشست انفليشن بتاع العيان، الفيبر في الاندوتريكيال تيوب برضو قد يكون موجود او مش موجود، absent لو filter is used او الجاز humidified. كمان الventilator bellows دي حاجة بقدر ان انا ابص عليها بعيني كده، هبقى بطمن ان البالوز الventilator bellows بترجع للاخر في الاكسبيريشن بتبقى fully reinflated. والله لو هي لقيتها مش بترجع للاخر، في حالة ان الانبوبة disconnected هتلاقي البالوز سقطة لتحت، لو في اي disconnection في السيركت عندنا هنلاقي البالوز سقطة لتحت ما بترفعش اصلا، ولو في leakage هتلاقيها بترفع بس بصعوبة شوية ومش بترضى ترجع للاخر قوي يعني. فدي برضو من الجود مونيتورز اللي ممكن تبقى ابص عليها او عيني عليها. الستاندرد مونيتورنج بتاعنا زي ما قلنا الساتوريشن والكابنوغرافي، بيقولوا لي الاكسجينيشن بتاع العيان، والكربون دايوكسيد بيقول لي الفنتيليشن والجاز اكسشينج ستاتس بتاع العيان. طيب نيجي بقى للنقطه مهمه جدا اللي هو الفنتيليتور ميجرمنتس اند ويف فورمز. انا ما بوصل عيان على الفنتيليتور اهم حاجه عيني عليها ايه؟ على الفوليوم كنترول مود. لما بشغل الفوليوم كنترول مود اهم حاجه عيني عليها حاجتين مهمين جدا، اللي هو الاكسباير تايدال فوليوم بتاع العيان، وتاني حاجه البي ماكس او البيك ايرواي بريشر بتاع العيان، تمام؟ زي ما هنشوف هنا البي ماكس اول ما بوصل العيان على الفنتليتور لازم حتى اقرا القرايه البيز لاين بتاعته ايه، الاكسباير تايدال فوليوم والبي ماكس او البيك ايرواي بريشر بتاع العيان. هنا برضو هبص على الاكسباير تايدال فوليوم اهو والبي ماكس بتاع العيان، تمام؟ بالاضافه طبعا الى الويف فورم ده انا ببقى شايفه ان الفنتليتور بيدي، لو فجاه لقيته راسم خط هنا برضو ايه، شايفه ان الفنتليتور ده عباره عن الفلو تايم كيرف وده عباره عن البريشر تايم كيرف. هنا ده بيرسم لي بس pressure time curve، فأي لحظة لقيت ده بقى خط مستقيم مش بيرسم معناها ان الفنتليتور ما بيديش، تمام؟ طيب امتى الاقي التايدل فوليوم اقل من الادجستد اللي انا ظبطاه، تمام؟ ده ما يدل على ان في leakage في السيستم عندي او عندي obstruction، فبالتالي التايدل فوليوم مش عارف، الجهاز الفنتليتور مش عارف يدي الفول تايدل فوليوم، بيوصل للبيك للبريشر ليميت اللي انا حطاه وبيقلب اكسبيريشن فهو مش عارف يدي. فلو لقيته بيدي اقل من الادجستد معنى كده ان ادور على ليكج او ادور على اوبستراكشن، تمام؟ هتلاقوه احيانا بيدي ازيد من التايدل فوليوم، يعني اغلب الفنتليتورز احيانا هتلاقي ان الاكسبايرد ممكن يكون ازيد شويه من الادجستد زي ما احنا شايفين هنا. ده بيبقى بسبب الاديشنال فلو فريش جاز فلو اللي احنا فاتحينه اثناء الانسبيريشن، بيدخل منه شويه زياده ادد على التايدل فوليوم، وده بنسميه ده بيبقى ادد على التايدل فوليوم، وممكن نوطي شويه الفريش جاز فلو في الحاله دي، تمام؟ تاني حاجه البيك ايرواي بريشر زي ما قلنا لازم ناخد قرايه بيز لاين يا جماعه، دايما ننتبه ونفتكر ان احنا ناخد قرايه بيز لاين قبل ما نعمل ريبوزيشننج للعيان، او عشان لو حصل قبل مثلا في اللاباروسكوبي قبل ما ننفخ بطن العيان، علشان لو حصل اي اختلاف بعد كده ابقى عارفه البيز لاين بتاعي كان ايه واحنا اتغيرنا لايه، تمام؟ النورمال within normal peak airway pressure يبقى من 15 الى 25، من 30 الى 35 بنعتبره ان هو elevated شوية، بدور على السبب، لو العيان ما عنديش سبب واضح ببتدي ادور على السبب. لو العيان اصلا من الاول morbid obese او COPD خلاص انا ببقى عارفة ان هو ده السبب من الاول وانا متوقع ان هو يبقى عالي. اكتر من 40 سنتيمتر ووتر يبقى ببتدي العيان ده في ريسك اوف انه يحصل له باروتروما وهايبوفنتيليشن، وبالتالي لازم ادور على ايه السبب وابتدي اعمله مانجمنت، تمام؟ طيب
تاني تالت اهم حاجه بالنسبه للمونيتورنج اوف كنترول ميكانيكال فنتيليشن هي الالارمز بتاعه الفنتيليتور. يا جماعه في غايه الاهميه ونيفر تو بي اجنورد لو سمحتوا. يعني يجوز ان احنا احيانا المونيتور المونيتور بيدينا بيفضل يدي الارمز عمال على بطال. مثلا احيانا نبقى موصلين بالس اوزيمتر على المونيتور اي سي جي على المونيتور تاني, فيفضل المونيتور اللي من غير اي سي جي يقرا لنا اي سيستولي ويفضل يدينا الارم لمجرد ان هو مش متوصل فيه الاي سي جي. شويه براديكارديا او تاكيكارديا وخلافه, اي يعني اي شويه تشينج في البلود بريشر ليميت بره الالارم ليميتس يبتدي يدينا الارم. فاحنا ممكن يعني تؤمت الالارمز بتاعه المونيتور, لكن الارمز الفنتيليتور نيفر تو بي اجنورد, نيفر تو بي اوميتد, لان هي كل واحده فيهم مصيبه. تمام. زي ما احنا شايفين هنا مثلا حتى في الارمز احيانا بيديها لك باللون الاحمر, واحيانا بعض الالارمز بيديها لك باللون الاصفر الاقل اهميه, والاخطر بيديها لك باللون احمر. تمام. مثلا الارم اللو ايروي بريشر معناها ان في ليكج في الجهاز, في ديسكونكشن, في سليب تيوب, نراجع كل الكلام ده. هاي ايروي بريشر معناها ان غالبا العيان ممكن يكون يعني في ابسط الاحوال بيكون بيكح او راجع من المصر الاكسنت. طبعا ممكن برضو اسباب تانية يكون في كينك في التيوب, العيان يكون عاضد على التيوب, العيان دخل في برونكوسبازم او نيموثوركس او تيوب حتى سليبت. سليب تيوب ممكن تدينا لو ايروي بريشر, ممكن تدينا هاي ايروي بريشر, ايهما. تمام. لو مديني لو اكسبايرد تايدل فوليوم ممكن يبقى برضو بسبب ليكج في السيستم, ادور على ليكج في السيستم. تمام. الابنيا الارم الفنتيليتور ما بيديش خالص, او الفنتيليتور وقف مثلا, او احنا عملنا السويتش على الباج ونسيناه, او حصل ديسكونكشن في السيستم او في السيركت, او فنتيليتور مال فانكشن. تمام. اكسجين سنسور فيلير ده برضو الارم. في اكسجين سنسور في الجهاز الفنتيليتور بيدي الارم على لو الانسبايرد اكسجين اقل من 30%. للاسف الشديد في اجهزه كتير السنسور بتاعها عطلان او بايظ ومش متصلح, فبيفضل يدينا الارم. تمام. برضو لو اكسجين بريشر الارم ده برضو في غايه الاهميه. ده لو حصل ان الاكسجين بريشر من السنترال بايب لاين سيستم حصل فيه فيلير, وده بيبقى الارم احمر. تمام. طيب كلمه بسيطه كده هنقولها, انه يا ريت يعني رجاء لو السيرجيكال فيلد مش في الهيد اند نيك, يبقى نرفع الدروة ويبقى الهيد اند نيك بتاع العيان اكسبوزد بالنسبه لنا, نبقى شايفينه, بقدر اخد منه داتا كتير جدا وعيني عليه, واقدر منه اعرف معلومات كتير جدا. بشوف الكالر بتاع العيان, بشوف لو في ساينوزز في اللبس, لو في بالور, لو في فلاشينج في الفيس, وده بيدل مثلا على فيفر او هايبرثيرميا او هايبركاربيا. لو في سويتنج ممكن يبقى اويرنس, ممكن يبقى هايبركاربيا, ممكن يبقى هايبوغلايسيميا. بقدر اشوف لو في فيشل جريمس او اكسبريشن بتاعه العيان برضو تدل على اويرنس. تمام. بقدر اشوف الاندوتريكيال تيوب لو فيها كينك, بقدر اشوف الفيبر فيها رايح جاي لو فيها كينك, او لو العيان عضد عليها. كل دي حاجات يعني بتبقى فاليوبل بالنسبه لي. فياريت العيان لو السيرجري ابدومينال او بعيد عن الهيد اند نيك, يبقى بالنسبه لنا رافعين الدروه والهيد اند نيك احنا شايفينها بعينينا اكسبوزد. تمام. اخر حاجه عايزه اقولها ان اهم مونيتور في اوضه العمليات بالنسبه لنا احنا, اهم حاجه ودنك. اهم حاجه على الاطلاق في اوضه العمليات هي ودنك. ودنك هي اللي سامعه المونيتور all the time باستمرار, listening all the time to the pulse oximeter. تمام. هتقدر تعرف منه الهارت ريت بتاع العيان تقريبا كام من غير ما تبص حتى على المونيتور. هتبقى سامع الهارت ريت, هتبقى سامع ان الساتوريشن كويس. لو حصل هايبوكسي هتسمع صوت البلس اوكسيمتر بيتخن. بتبقى ودنك منتبهه جدا لاي فنتيليتور الارمز على طول, عينك عليها لو اداك اي الارم عينك عليها على طول. الاهم بقى كل اللي احنا قلناه ده ساينتفك مونيتورز. تمام. نيجي بقى الاهم نون ساينتفك مونيتور, وان هي ودنك لازم تبقى مع الجراح. تمام. ودنك ورا الدروة مع الجراح. ابقى متابع السيرجيكال بروسيدير, الستبس بتاعته اخبارها ايه, وصل لغايه فين. تمام.
اهمها ليه؟ لان العيان الجراح لو حصل منه كومبليكيشن هو مش هيجي يقول لنا انا حصل معايا كومبليكيشن الفلاني، دي حاجه انا مش هعرفها غير وهو بيكلم النيرس او بيكلم المساعد بتاعه، يعني هبتدي اعرف او بريدكت ان في مشكله هتحصل او في مشكله ما او في كومبليكيشن معين، يوريتر اتربط، يوريتر اتقطع، بلود فيسل اتعور. ممكن مثلا تسمعه هو بيقول للنيرس، مفروض طبعا هو قبل ما يحقن ادرينالين يبلغك، ممكن هو ما يبلغكش، ممكن هو ما يقولكش انا هحقن ادرينالين، انت المفروض تبقى سامعه تلقطه وهو بيقول للنيرس هاتي حقن. تمام، ده مثال. مثلا ممكن تسمعه وهو برضو وهو بيعمل بيبص على الايمجينج بتاع العيان السي تي ودنك معاه، وتبقى عارف العيان ده عشان تبقى انت اللي سابق العيان بخطوه او بخطوتين، سابق الجراح وسابق العيان بخطوتين، مش العكس، مش انت اللي بتجري ورا العيان والعيان بليدنج وانت مش عارف تحط في مثلا فينس اكسس. تمام، هتسمعه مثلا بيقول للمساعد بتاعه التيومر ماسك في تراكيه، يبقى انت عارف ان ممكن مع الريسكشن مع التسليك والكلام ده يحصل تراكيال انجري، ممكن الكف تتخرم، التيومر ماسك في الاورطه، التيومر ماسك في كذا، يعني انت هتبقى سامع اي حاجه هو بيقولها ودنك مركزه معاه علشان تلقط الكومبليكيشن لما يحصل بدري. برضو الجراح لما بيعمل اي فاسكولار انجري بتلاقي ان هو بدا يدخل في بانيك اتاك، بيطلب الدم، احيانا بيبقى العيان لسه هيمودايناميكلي كويس عندك، فانت اللي هو بتبقى شايف ايه، لا انا عيان عندي كويس انا مش هجيب الدم. طبعا ده مش ديسيجن سليم، لان انت المفروض تبقى عارف هو الجراح وانس ان هو قال لك هات الدم او خلي الدم موجود اطلب الدم، يبقى هو يا اما شايف التيومر اللي قدامه او الواتيفر الليجن اللي قدامه هايلي فاسكولار، او هو اوريدي عمل انجري لبلود فيسل، فتح فيسل او فتح ساينس، هو مش هيقول لك انا فتحت، هو هيقول هاتوا الدم. تمام، فمهم جدا يا جماعه ان ودنك تبقى مع الجراح وورا الدروه. تمام، زي ما احنا اتفقنا قبل كده ممنوع ان يبقى المونيتور يبقى سايلنت خالص، لازم نبقى سامعين الهارت ريت بيب اون اول ذا تايم. طبعا بعد كل اللي قلناه ده ما ينفعش ان انا ابقى حاطه في ودني سماعات او بسمع اي حاجه غير المونيتور او غير اوضه العمليات، بما ان ودني اهم مونيتور، فما ينفعش ابقى حاطه ولا سماعه ولا سماعتين. تمام، ممنوع تماما. اخر حاجه بس هنقول رولز كده، never to forget ان احنا لازم to start اي عمليه start with a full monitor لو سمحتوا، ECG blood pressure saturation capnography، ما فيش حاجه اسمها انا بشتغل مثلا حاله معرفش ايه pulse oximeter بس ولا الكلام ده. تمام، ما بنشيلش اي monitors قبل الاكستيوبيشن وقبل الريكفري. never to ignore an alarm by the ventilator. تمام، زي ما احنا اتفقنا برضو ان clinical sense بتاعنا اهم من clinical judgment بتاعنا اهم من المونيتور واسرع من المونيتور. تمام، a good doctor is a good observer. دورنا في اوضه العمليات is early detection of any problem and call for help. تمام، نقطة برضو مهمة أخيرة، إن ما فيش حاجة اسمها إن المونيتورز كلها فجأة فصلت من على العيان، نحن مثلا تبص على المونيتور تلاقي الاي سي جي ما بيقراش، الباس اوكزيمتر ما بيقراش، الضغط ما بيقراش، لا والله اصل ايده ساقعه، اصل الاي سي جي فصل، كل المونيتورز فصلت من على العيان، لا العيان ده arrested until proved otherwise. يبقى تتاكد immediately العيان ده عايش، الاول شك البريفرال وشك السنترال بالسيشنز بتاعت العيان، ولو العيان عايش وكويس تبتدي تتاكد بس هو العيان عايش، يبقى وصل المونترز بتاعتك تاني سيفلي. تمام، دي اخر حاجه انا كنت حابه اقولها. وبالنسبه لنا احنا اخر حاجه انه a boring day at work بالنسبه للانستيزيولوجي، a boring day is a good day طبعا، لان الحمد لله ما حصلش فيه اي مصايب. Thank you.